إيقاع افريقي في عرض البحر والمناسبة حدث غير مألوف على سطح هذه السفينة وضعت مهاجرة افريقية مولودها الذي سمته المعجزة رفاق الرحلة لم يفوتوا فرصة الاحتفال رغم قساوة الظروف بيد أن مثل مشهد الرقص هذا ليس السمة الأبرز في رحلة أحلام غالبا ما يكون الغرق أو الموت فصلها الأخير هنا مدينة بن وليد الليبية معبر المهاجرين الافارقة الحالمين بالوصول لفردوس اوروبا الموعود الصورة تحكي حجم المأساة. تشكل السواحل الليبية وجهة لآلاف المهاجرين الافارقة سنويا وقليل منهم يصل وجهته فيما يبقى السواد الاعظم عرضة للبيع والاستغلال على يد مهربين والسماسره وجدوا في حاله الفوضى التي يعيشها البلد فرصه للنشاط في هذا المجال. نحن قلقون من هذه الوضعيه، نشاهد تباطؤا في نقل المسؤوليه، هناك تباطؤ في تكليف قوات خفر السواحل الليبيه بعمليه الانقاذ، وفي بعض الحالات لا تصلنا المعلومه. نحن في وضع تاهب دائم ونشاهد عمليات الانقاذ التي تقوم بها قوات خفر السواحل الليبيه واحيانا يطلب منا مغادره الموقع. المساعي الاوروبيه لم تنجح في وضع حد لتدفق ظاهره الهجره غير الشرعيه التي اصبحت كابوسا يؤرق القاره العجوز.